آخر. شو سولف لي وبرد. يعني ما أخفيك مرت مواقف في الذواقة يعني ما كنت أتوقع ولا 1% أنها تمر علي. وما هو شوف ما أحب أني أقول الخلق الحسن هو السبب. دائما ما احب اني اخلي الخلق الحسن هو السبب. نعم. المشكله عند الطرف الثاني يعني دائما يعني اللي يقول الطيبه الزايده مشكله هذا لا تختلف معه. لا لا ابد غلطان. يعني انت يعني تسمو بخلقك وحسن ظنك هذا الاصل، لكن هذاك الاشكال عند الطرف الثاني اللي كذب واللي كان ما يراقب الله عز وجل في تعامله معك، اللي كان يستغلك ويدري انك انت ما تدري ولكن خفي عليه من يعلم كل شيء. فهمت علي؟ فهذه مشكله فيه هو، مو مشكله فيني انا. فكثير من الناس اصلا بعض الاحيان يوم تصير له هالمواقف يسوي سكب على العالم كلها، يسيء الظن في كل الناس، خلاص يصير ردة فعل مو زينه، ما صار ما عاد احب ناس كل اصير لحالي. فهمت علي؟ هذا انا اللي يلقي التهم على طول. يعني من الايات اللي تصبرني وتخلي هاني يكون مثلا في مجتمع قد يكون فيه من يؤذيه، واصبر نفسك مع الذين يدعون رب. يعني ما في بيئة ما يخلو منها. صحيح. أيا كانت البيئة، ما ودي أسمي أي البيئات اللي كنت فيها، كان فيها من الأذى ما يعلم الله عز وجل. قد يمكن أكون أنا والله يصير لي شيء أروح في الزاوية ذيك أبكي لحالي، لكني ما أتركه لأني أنا عارف أنا الخسران. يعني لأنه ما في بيئة مجتمع صافي، ما في مجتمع صافي أبدا. فهمت علي؟ فاللي أقوله إذا كنت بنصح هاني أقوله خليك تطل، خليك واضح لك الأمور، خليك يعني زي ما يقولون وإن مشيت اعرف وش اللي قاعد يصير. فهمت علي؟ يعني لا تكون مرة تمشيها مرة، لأنه في ناس صدق ما يخافون الله عز وجل ولا يراقبون في أحد. يعني مرة يعني ما يخاف في أحد. يعني من المواقف ما ودي أذكر عن موقف إيش اللي صار، لكن في الذواقة أنا مريت رب مواقف وإشكالات مع شخصيات ما أحد يتوقع أني أنا أتشاكل معهم أو هو إنه فلان يظهر بهالصورة هذه. وهل فعلا حصل مشكلة؟ نعم، شيء ما كان يتوقع. بل أنه يعني بل كثير من المشرفين في الإعداد تنرفز مني أكثر من نرفزته من الشخص اللي أخطأ عليه على ردة فعلي. على ردة فعلي يقول هاني كيف تسوي كذا؟ الرجال مخطي عليك وحنا نقدر نحاسب. طيب ممكن إذا تسمح لي الله يستريح أنا ما أبغى تذكر لي اسم الشخصية. لا ايه؟ وأعرف أنه مستحيل بتقول. ايه أبدا ولكن ودي تذكر لي أحد المواقف اللي حصلت لك. لا ما ظهر شيء على الشاشة. أنا أعرف إنه ما ظهر شيء على الشاشة، بس يعني بين لي إيش الموقف هذا اللي حصل. حتبان لو قلت بس شيء شيء بسيط حيبان الوضع كله، فما أخلوه زي ما هي. لكن اللي بقوله إنه صارت أشياء يعني عبد الله وكثير من الشباب بدون تسمية كانوا يعني تعرف اللي مو قادر يشق ثيابه. وقلت لك أنا أشخاص من الأعداء. وانتهت هذه المشكلة ولا ما زالت؟ عدت زي ما هي. عدت زي ما هي، يعني زي ما يقولون. لا بس انا اقصد هل انا ما وقفتها؟ لو ابغى اوقفها. حلو، بس هل هاني ما زال على خلاف مع الاشخاص اللي كانوا؟ لا عن نفسي هم المخطي مو انا المخطي. فهمت علي؟ ايوه بس لكن اذا قابلته ابدا امور كانه شخص عادي سلم عليه، لكن تعاملي معاه اصبح حذر. يعني كل الاشياء اللي كنت اظنها انها يعني ما انت حريص عليه إني إيش يكون معي مرة؟ لا ما أنت حريص على إنه لا أبداً. شوف يكون فيها في حياتها. إذا بان لك المعدن غير أصيل وليس ذهب تخلي ببيتك موجود؟ لا أبداً. وتحرص إنك تحاميه وتحطه في زي ما يقولون محفظة ولا علبة تقدر؟ لا تخليه كذا مفتوح أي واحد يأخذ خلاص كذا. أيوة. لكن الأصل لا، يبقى الأخوان معادن حتى يبان معدنهم يعني الأصل. جميل. طيب